الله بإذن الله يشرفنا يسعدنا جميعا يوم الأحد القادم في صالون عافية ثقافة جمهورية عافية عند محطة المترو محمد نجيب شارع مشتغل 20 جمعين مدينة. إن شاء الله هيكون تكريم لشاعر السورة حبيبي صديقي وأخويا الكبير أستاذنا سلطان الحراري صاحب قناة الحراري على يوسف صاحب التوثيقي أحد القادة إن شاء الله جمعين عافية مدينة يا أمي يا أمي يا إله إلا الله يا بنتي لا يا بنتي هترد عليك يعني حضرتك قلتي ممنوع الكلام كنت في شعر ده كنت ممنوع الكلام عشان النطق لما لو شعر حقي ما لو شعر Yeah.
شكرا.